شكرا أستاذ حامد عبد الصمد على مداخلتي القيمة التي إن شئنا أن نقوم بخلاصة تركيبية لها، نقول بأن التنوير في النهاية هو معركة بالمفهوم الحضاري التي تمتد في الزمن والتي تحتاج إلى طول النفس وتحتاج إلى الكثير من الشجاعة وتحتاج إلى الكثير من التحرر الفكري، لأن التنوير ليس سوى أن تكون لديك الشجاعة لأن تستعمل عقلك بحرية. ونحتفظ أيضا من مداخلة الأستاذ حامد بفكرة مفهوم العلم في الثقافة الإسلامية وفي مجتمعات شمال أفريقيا والشرق الأوسط. هذا المفهوم يعيش أزمة حقيقية، لا يمكن التنوير بدون معرفة علمية مؤسسة بالبحث التجريبي ومؤسسة بالبحث المنطقي والعقلاني وبالفكر الذي هو فكر منطقي منسجم في ذاته مع قواعد التفكير المنطقية. مفهوم العلم غريب في حياتنا الثقافية، وسبب غربته وهذا من حواجز وعوائق التفكير التنوير الكبيرة، سبب غربة مفهوم العلم هو أنه تم ربط العقل وجهوده في الفكر والبحث بمحدودية النص الديني، واعتبر أنه مهمة العقل ومسؤوليته وجهده ينبغي أن تختزل كلها في معرفة النص وفهمه والعمل على تطبيقه. وهنا أصبح العلم هو الدين، فاختزل العلم كله في الدين، وهكذا أصبح الدين منفتحا على كل مستقبل البشرية ولا يبدو أنه يمكن تجاوزه من الناحية المعرفية. لا يتخيل العقل الإسلامي إمكان الحصول على معرفة أو اكتشاف معارف تتجاوز المعطى الديني، ولهذا من هنا خرافات الإعجاز العلمي في القرآن وكل هذه الأشياء. العقل الإسلامي لا يستوعب، من هنا الهجوم على هوكينغ وهو ميت، جلده وهو في قبره، لأن كل النظريات التي جعلت هذا الرجل العبقري من عظماء رجال العلم في القرن العشرين والواحد والعشرين، كل هذه النظريات مجهولة في عالمنا وفي ثقافة ومجتمعات المسلمين. فالحرية، استعمال العقل كسلطة مستقلة قائمة بذاتها، العلم والتسلح بالعلم، هذه هي الأمور التي ركز عليها الأستاذ حامد، ولكنه أضاف ضرورة التصادم لأنه حتمي. لا يمكن أبدا الهروب من إرث الماضي الذي يكبلنا، ومن هنا ضرورة أن نجد أنفسنا نتصادم مع المعارف الجاهزة، مع البديهيات الكاذبة التي تروج باسم التراث وباسم الإرث الذي يعتبر ممتدا في الزمن وليس لا يمكن أن نتركه خلفنا. ثم نقطة أخرى أضافها الأستاذ حامد لا بد من التذكير بها لأنها على قدر كبير من الأهمية، وهي ضرورة التكتل في جبهة للديمقراطيين المؤمنين حقا بالحرية، المؤمنين حقا بأن الإنسان كرامة، والمؤمنين حقا بأن العقل له قدرة على الاكتشاف وعلى المعرفة وعلى البحث بلا حدود، بلا حدود، لأن هناك من يفتخر بأنه يضع للعقل حدودا ويعتبر أن مصداقية الدين هو في أن نحد من العقل، وهذا هو من الأسباب العظمى لتخلف المسلمين. نحن بحاجة إلى التكتل وتجاوز الخلافات الشخصية والجمعوية والفئوية والتنظيمية لكي نعلم جميعا بأن لنا معركة واحدة، وهي معركة أن نحرر الإنسان داخلنا وفي واقعنا وفي الدولة وفي المجتمع وفي كل القطاعات والمستويات. وفاتني في البداية أن أنوه بصديقنا الذي يعمل في الظل الذي هو من المناضلين في الخفاء، يا عزيز أرقرق، لأن السي عزيز
يعني قام بمجهود جبار لكي يلاقي الكثير من الشخصيات الفكرية بين المغارب والمشارق، وله فضل كبير علينا ينبغي أن نذكره به. الأستاذ محمد المسيح كما تعرفون جميعا له جهود مشكورة وعظيمة في مجال البحث في مخطوطات القرآن، وأهمية الأستاذ محمد المسيح والجهد الذي يبذله هو أنه يوجه صفعات كبيرة للإنسان الغفل أو النائم الذي يعتقد بأن الإكثار من ترداد العبارات الجاهزة هو العلم. العلم اليوم هو الوثيقة، الوثيقة التاريخية والوثيقة الأثرية، وهذه الوثيقة تقلب رأسا على عقب الكثير من بديهيات عالم غارق في التخلف هو عالم المسلمين. ولهذا سأترككم مع الأستاذ محمد المسيح لكي يعرفنا بالوثيقة والمخطوط كبوابة من بوابات التنوير، لأنها تحدث خلخلة وتحدث خضة في البركة الآسنة التي هي واقع المسلمين. ليتفضل. مشكورا. أشكر الحضور الكريم، وسوف لن أطيل كثيرا نظرا لاكتظام الوراق. فعلا هناك حرب شرسة ليست فقط في بلداننا وإنما حتى في الغرب، فهناك حرب شرسة بين استنارة أو التنوير كذلك هناك، رغم أنه نقول أن الغرب هو بلد الحريات وبلد الاستنارة، لكن ما يقع في جامعات كثيرة هناك حرب شرسة، حرب بين التفكير خصوصا في الدراسات الإسلامية. فكما تعلمون أن هناك جهود جبارة في أسلمة الفكر الغربي، وهناك الكثير من الأساتذة الجامعيين يحاولون بكل ما لديهم أن يسلموا الفكر أو الدراسات الإسلامية ويعطوها طابعا دينيا، طابعا يتبع إلى مذهب معين، مذهب قد صرف ملايير الدولارات على أن يشيع فكره وطريقته، والنتيجة كما تعرفون هي ظهور جماعات متطرفة، جماعات قاتلة، جماعات لا تمت للإنسانية بصلة. فالمعهد إنارة الذي أنا عضو فيه وهو تابع لجامعة ساربروكن الألمانية، فسمي في 2007 بإنارة، يعني كلمة عربية، ولم يكن هذا الاسم يعني مجرد صدفة، ولكن هي إشارة إلى أن أو دعوة إلى أن نفكر بطريقة علمية، بطريقة تأخذ أساس الاستنارة أو أساس تنوير. فنلاحظ كباحثين في العالم الغربي أن هناك حرب شرسة مثل ما قلت. فلو مثلا في مجال الدراسات الإسلامية وتاريخ المبكر للإسلام، نجد لو أخذنا على سبيل المثال كوربوس كورانيكوم الألمانية وإنارة الإيمانية، هناك حرب شرسة بين الاثنين. فإنارة تحاول بكل ما أمكن أن تركز على العلم والعلم فقط، وليس هناك أي دخل للميول الدينية للباحثين. ولهذا السبب فأنا دائما عندما أطرح فكرة أو أشتغل على موضوع فلا أدخل أي صفة دينية لشخص، على أساس أن البحث العلمي يتطلب الحيادية، الحيادية التامة. فعندما تكتب نصا
وتبدأه بالبسملة، أو مثلا تقول اسم محمد بدون صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للمفكرين الحقيقيين يعطي مصداقية على أساس أنك لا تميل إلى جهة معينة. فهذه الحرب طالت حتى مفكرين أو أساتذة جامعيين. فعلى سبيل المثال في مؤتمر أوتسنهاوسن في 2014 كان على ما أتذكر أنه في أستاذة لن أسميها من جامعة ليون، أنها ألقت محاضرة في المؤتمر الإنارة على موضوع الإعجاز العددي في القرآن ورقم 19 في القرآن، وكانت دهشة كبيرة لمعظم الباحثين اللي كانوا موجودين والأساتذة. يعني كيف هذه الأستاذة الفرنسية ولها يعني هي تربت في يعني في الفكر المتحرر أنها تذهب في نفس السياق الذي يغمر الفكر العربي والإسلامي الآن. فكان الموضوع بسيط جدا، يعني عندما انتهت من مداخلتها كانت السؤال بأي قراءة أو في أي نص وجدت هذا الإعجاز العددي. كما تعرفون أن هناك 7 قراءات للقرآن، وقراءات 10 وقراءات 14، وهناك قراءات لا تسمى بالقراءات الشاذة. أي واحدة من هذه القراءات التي اعتمدت عليها هذه الأستاذة الباحثة لكي تعطينا نتيجة أن في القرآن إعجاز عددي لرقم 19؟ لكن عندما يعني استفسرت الموضوع فوجدت أنها صديقة لأحد الجزائريين، وبالتالي يعني الموضوع واضح أنه هي تأثرت بما قاله، لكن لم تعتمد على العلم، لم تعتمد على أي وثيقة لحتى تخرج بهذا الفكر. فمسألة الاستنارة أو البعد عن العمل العلمي هو كان يعني خصوصا لو تكلمنا عن المخطوطات، نجد أن الشيوخ والفقهاء تركوا المخطوطات للضياع يعني لم يهتموا بها منذ القرن الرابع الهجري، وتركوها في غرف مليئة بالتراب ومليئة بالحشرات وبعض القوارض. فنلمس هذا المشهد في جامع عمرو بن العاص في إحدى الغرف التي كانت تخزن فيها هذه المخطوطات مع الحصائر القديمة. فيذكر في سيتيزن، هو ألماني مستشرق، يذكر في بداية القرن الثامن عشر، يذكر هذه الحالة التي وصلت إليها المخطوطات، يعني أنها أهملت ورميت في هذا المكان الحقير، لكنها هي كانت مخطوطات من أروع المخطوطات، ومنها جاء المصحف باريزيو بيتروبوليتانوس الذي هو رقم 2 في العالم من حيث القدم، وهو موجود لحسن الحظ أنه أخرج من هذه المقبرة وأخذ إلى المتاحف والمكتبات الوطنية مثل المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس والمكتبة الوطنية الروسية بسان بيترسبورغ، والآن هم محتفظين بهذه الكنوز، وأقول أنها كنوز لأنها فعلا تعطينا أشياء كثيرة عن ذلك العصر، تعطينا كيف تطور الخط، كيف تطورت
الكلمات من ناحية الفيلولوجية، تعطينا معلومات كثيرة. ومسألة الخوف أنا شخصيا عانيت من هذا الموضوع، لأنه لولا الأستاذ حامد عبد الصمد في سنة 2015 أنه يعني طلب مني أن أظهر على العلن وأتكلم وأقول ماذا وجدنا من أبحاث وماذا وجدنا في دهاليز الماضي. فالماء ما خلاني يعني أدخل هذه المغامرة، مغامرة الاستنارة، موضوع كل هذه الأشياء التي تفضل بها الأستاذ، يعني كانت نفس التشجيع وطلب مني أن أتحدث عن هذا الموضوع للعالم، لأن للأسف في بلداننا لا نعرف أشياء، لا نعرف شيئا عن المخطوطات ولا علم المخطوطات، وحتى المختصين في هذا المجال هم يعدون على الأصابع. ما استفزني أكثر هو خروج بي بي سي بإعلان أن مخطوطة برمنغهام اللي هي 1572 أنها هي أقدم مخطوطة في العالم. ومن قدم لنا هذه المعلومة؟ قدمها أناس لا علاقة لهم بعلم المخطوطات، مثل سوزان وول اللي هي يعني رئيسة المخطوطات هناك، لكن ليس لها دراسة علمية أو اختصاص في هذا المجال، أو دكتور ديفيد توماس اللي هو يعني يعمل مقارنة بين الديانات كالديانة الإسلامية والمسيحية، وقالوا أن هذه المخطوطة تعود إلى أحد الصحابة الذين عاصروا الرسول. وبدون أي تقديم أي دليل علمي، إلا أنهم ذهبوا إلى أن الفحص بالكربون 14 أو الكربون المشيع هو الدليل القاطع. لكن عندما ندرس في علم الكودكولوجي نجد أو الباليوغرافي نجد أن دائما الأساتذة يطلبون من الطالب ألا يقفز للفحص بالكربون المشع. لماذا؟ لأنه لا يعطي تاريخا معينا، وإنما يعطي ممكن 50 سنة زيادة، ممكن 50 سنة نقص، ولا يعطي تاريخ الخط، تاريخ الجلد. وكذلك يعني أن الجلد أو الرقعة التي كتب عليها النص يعني ممكن يكون يعود إلى سنين كثيرة. فعندما فحصت هذه المخطوطة في سنة 2008 وعرفت أنها تعود إلى العصر عبد الملك بن مروان. لماذا؟ لأن هناك بعض الدلائل في القراءات على أساس أنه ألف المد في كلمة قالوا وكانوا هي زيادة أو استحسان من عبيد الله بن زياد في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، ونجدها بوضوح أن موجود في كلمة فقالوا في الرقعة رقم واحد، أنها واضحة موجودة، يعني أنها تعود إلى ذلك العصر. فالإشكالية لم يأتي أحد ويسأل مثلا الدكتور فرانسوا ديروش اللي هو مختص في هذه المادة، وأن هذه المخطوطة هي تعود إلى مصحف موجود ب 16 رقعة في المكتبة الفرنسية اللي هي أرب 328 سي. فدكتور فرانسوا ديروش لم يعلق على هذا الموضوع لأنه لم يسأله أحد، وهو يعرف جيدا أنها لا تعود إلى ذلك العصر. فما استفزني هو الكذب الذي قيل في البرنامج في ولا زال حتى اليوم، يعني من 2015 إلى الآن هناك الكثير من المثقفين يبعثوا لي ويقولوا أن مخطوطة برمنغهام هي أقدم مخطوطة، وأعيد وأكرر أنها ليست هي أقدم مخطوطة، وإنما هي رقم 3 في العالم.
هذا الموضوع يعني أريد أو أتمنى أن يفتح المجال لمثل هذه الدراسات في جامعاتنا بالعالم الإسلامي خاصة هنا في المغرب. فعلم الكوديكولوجي والباليوغرافي والفيلولوجي مهم جدا لدراسة هذه المخطوطات، لأنها تعطينا الحقيقة، أو كما نقول إحنا عندنا في المغرب ودائما أرددها، الثقة في الوثيقة، لأنه بدون وثيقة ليس هناك أي دليل علمي نثبت به ما نقوله، لأنه دائما نجتر الكلام ونقول أن الموضوع الفلاني يعود إلى الرسول أو يعود إلى الصحابة، لكن ليس هناك أي أدلة علمية تثبت ذلك، دائما هي ثقافة قيل وقال. هذا هو الإشكالية التي نعاني منها. وكي لا أطيل عليكم أشكركم. شكرا. كما لاحظتم هناك تقابل بين ثقافتين، ثقافة السائدة عند المسلمين وهي ثقافة العلعنة والرواية الشفوية والحكي والكلام، وثقافة البحث والتنقيب في الوثائق المادية. طبعا تعرفون أنه ما بين المرحلة التي سميت بمرحلة الدعوة النبوية وبدايات الكتابة 150 هجرية إلى 200 هجرية قرنان من الزمان من الشفاهة والكلام، وانتهى هذا المسار كله إلى تكريس الأرثوذكس السنية، الأرثوذكسية السنية بمعنى ذلك التوجه الرسمي الديني الذي فرضته الدولة بقوة الغلبة، أي بقوة السلطة، فأصبح هناك حدود للبحث وللعقل وللفكر، وأصبح الناس يعاقبون عندما يتجاوزون الحدود التي ترسمها السياسة الرسمية يعني النموذج الديني السياسي. طبع البحث اليوم، البحث العلمي بالمنظور الذي تحدث وتفضل به الأستاذ محمد المسيح، يكشف عن أشياء كثيرة هي بمثابة المحرمات، لأن الأشياء التي تم تكريسها على مدى 1400 عام بالشفاهة والكلام يصعب كثيرا زحزحتها في عقول الناس ولو بالمعطيات العلمية، خاصة إذا علمنا بأن العلم ليس له اعتبار كبير في بلدان تخصص للبحث العلمي 0.01 في المئة من ميزانيتها، ولكن هذا المنظور العلمي هو الذي له المستقبل، لأن الحقائق العلمية الثابتة بالمعطيات التجريبية والمادية والملموسة يصعب كثيرا التخلص منها بمجرد الكلام، وأعتقد أن من بوابات التنوير الحقيقية هذه البوابة العلمية. وأتذكر ونحن نتأسف جميعا في المغرب كفاعلين مدنيين وكمثقفين وإعلاميين وفنانين أن نتأسف للحكم الصادر من طنجة الذي يرفض اعتبار تحليلات العلمية الأديان في إثبات النسب، فهذه مهزلة حقيقية، هذه كارثة. يعني الحكم الأول كان حكما عادلا ونزيها، لأن القاضي نظر فقال هذا معطى جديد لم يوجد في الفقه القديم، لكنه يفرض نفسه علينا وهو التحليلات يعني العلمية في اللابوراتوار، تحليل الأدين، وأنا ملزم أن أخذ بها لأن هذا يثبت البنوة ويثبت الأبوة والنسب. وفي الحكم الاستئنافي للأسف مع قاضي آخر قال هذا غير معمول به، ونحن يعني لا نعتبر أن هذا دليل أو حجة، فأنكر نتيجة العلم. فأعتقد بأن الوثيقة الأثرية والوثيقة المادية كالمخطوط مثلا، وكذلك البحث العلمي والتحليل في المختبر المختبري، لن يزحزح فقط الأفكار
التي بنيت على الشفاهة وعلى الرواية الشفوية، بل سيزحزح أيضا القضاء وسيغير من مفهومنا للعدالة، وهذا شيء مهم جدا، لأننا بحاجة إلى عدالة في واقع يشيع فيه الظلم ويعتبر مشرعنا، يعتبر ظلما شرعيا لأنه يستند دائما إلى استعمال الدين. الكلمة لكم. قبل هذا نشير إلى معرف بكتاب الأستاذ محمد المسيح الذي طبع في كندا، مخطوطات القرآن، مدخل لدراسة المخطوطات القديمة. كاين نسخ هنا؟ نعم نعم، هناك نسخ كافية، يعني لو أراد الناس نسخ هناك نسخ، إذن يوقعها الأستاذ بالنسبة لمن يريد هذا الكتاب الثمين في مضمونه العلمي. وهناك أيضا كتاب الأستاذ رشيد أيلال، صحيح البخاري نهاية الأسطورة، فهو حاضر، المؤلف أيضا مؤلف الكتاب حاضر معنا. تفضلوا وتفضلنا. أولا كنشكر وما غنوب على الإخوة كمان بحكم أنني أول واحد يتكلم، كنشكر الإخوان على هذا المتعة اللي عطاونا، خصوصا متعة التنوير اللي ما يمكنش يشبع منها حتى شي واحد، إلا كان يحتاج إنسان إلا كان هو أصلا محب للتنوير. عندي سؤالين الأخ حامد عبد الصمد. السؤال الأول وهو أنه كيحث على الخروج إلى العلن والمواجهة. سؤالي هو، ألا ترون بأن وسائل التواصل الآن أنها هي كتغني لك الخروج الجسدي، بحكم أنني أنا كنعرف الأستاذ حامد عبد الصمد كنعرفه عبر وسائل التواصل، إذن ربما هذه وسائل التواصل يمكنها التعليم على الخروج الجسدي، خصوصا أن ضريبة ديال الخروج الجسدي مازال في الواقع ديالنا ضريبة كبيرة بزاف. هذا سؤال الأول. السؤال الثاني، بغيت نسول الأستاذ حامد عبد الصمد، ما هو واقع التنوير في الشرق؟ بحكم أنكم قلتم بأن ربما قطار التنوير سينطلق من المغرب وربما سيمر عبر الشرق، ولكن الآن ما هو واقع التنوير في الشرق؟ لا تعطونا شي فكرة عليه. شكرا. شكرا. عندي سؤال الأستاذ المسيح، وهو أنني أعلم أنه يبحث على واحد المخطوطة مهمة جدا وهو مصحف مكناس، أريد أن أعلم منه أين وصل الجهد ديالو وما هو مضمون هذا المصحف. وشكرا. شكرا. متدخل. أولا أريد أن أشكر المنظمين على تنظيمهم لهذه الندوة التي في الحقيقة نادرا ما نجد مثل هذه الندوات هنا في المغرب وفي الرباط، خصوصا مثل منذ ندوات السيد القبني اللي كانت في المكتبة الوطنية، لم نشهد يعني نقاش فكري من هذا النوع. فقط أيضا أريد أن أشكر الأستاذ حامد عبد الصمد، ومرحبا بك المغرب. نشكر أيضا الأستاذ محمد المسيح ومختار منظر، ونشكر أيضا الأستاذ أحمد عصيد على سياره لهذه الندوة. فقط أريد أن أعالج على ما قيل، وسواء خصوصا في المداخلة ديال الأستاذ حامد عبد الصمد، أريد فقط أن أذكر شيئا مهما جدا وهو في الجانب القانوني في المغرب. المغرب طبعا ذكرت بأنه هناك خطوات سياسية، هناك المغرب الآن يتحرك بشكل بدينامية ممكن أن نقول عنها بطيئة إلى حد ما فيما يتعلق بموضوعنا اليوم، ولكن أريد أن أقول بأن ديباجة الدستور المغربي، وهذا ما رضلنا عنه في حركة 20 فبراير والكثير من الإخوان والأخوات اللي كانوا حاضرين مع المحطة هذه، هو كان في الاجتماعات اللي كانوا قبل يعني الخروج في الحراك مع الإخوة في العدل الإحسان، العدل الإحسان كاتب كيهم إسلاميين، هو من بين الشروط هو عدم ذكر الشعارات التي فيها نبذة دينية أو يعني فيها محتوى ديني، وهذا كان شرط أساسي للخروج معهم. وفي الديباجة ديال الدستور كان هو الدستور المغربي كيقول بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين ديال العهد الدولي لحقوق المدني والسياسي والعهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعني هو أسمى قانون، لكن هي اللي نسطر عليها جميع، لكن فيما يتماشى مع الأعراف والقيم الإسلامية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من منطلقي أنا كيساري، يعني وكنت وجهت الأستاذ الحبيب رسالة يعني منذ سنتين، لكن لم
ترجمه اليساريين لم افهموا الى حد الان. يعني الاستاذ حامد الصمد في مجموعه من الحلقات يهاجم اليساريين، في الحلقات اللي تكلم على الاخوه المسلمين، في الحلقات اللي تكلم على اليساريين والشيوعيين ماذا وقع لهم. نحن جميعا نتفاهم على ما وقع في ايران، خصوصا القتل ديال الشيوعيين وكيف ان الشيوعيين وضعوا ايديهم مع الاسلاميين انذاك بالاطاحه في الشاي الى اخره. ولكن لا تنسى ان اليساريين قاموا بمجهود كبير. انا اتكلم على المغرب، اليساريين لعبوا دور كبير، وهذا غيذكر الاستاذ احمد عاصيف، اليساريين لعبوا دور كبير في السبعينات وفي الثمانينات في تمويل الراي العام في المغرب. اليساريين مؤخرا لما جاء الداعيه زغلول النجار الى فاس بافكاره، من وقف ضده؟ هم اليساريين، هم الطلبه اليساريين بجامعه دار المعراس، ويعني فضحوا اكاذيبه، حتى ان زغلول النجار رجع الى موطنه وبدا يشتم في المغاربه والى اخره. اريد فقط ان اختم بشيء قاله احمد فؤاد نجم الشاعر الكبير المصري، هو قال بان مصر كانت قبل الاديان وستبقى بعد الاديان. انا اقول بان كل هذه الدول، وانا امازيغي واعتبر ان شمال افريقيا هو امازيغي، انا اقول بان كل هذه الدول التي نعتبر ناطقه بالعربيه بين قوسين كانت قبل الأديان وستبقى بعد الأديان. وشكرا جزيلا. مساء النور. أشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ محمد المسياح والدكتور حامد عبد الصمد والأستاذ أحمد عاصي، وكنشكر الإخوان اللي حاضرين كاملين، واغلبهم يعني كانوا قاع تفاعل معايا باش جاوا. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، وكنتاسف بزاف الناس اللي باقيين واقفين. كما شفتوا بالنسبه للندوه ما تدارت لا في الفيسبوك ولا في اعلان ولا حتى شي حاجه، ومع ذلك الحضور باهر. كنتسائل لو كان الاعلان عملناه في مواقع التواصل الاجتماعي وعملناه في الجرائد، كيفاش كان غيكون الحضور؟ اكيد قاعه، اكيد ربما نحتاجوا مصحف محمد. هذا دليل على ان الناس متعطشه للتنوير، متعطشه لما هو علمي، الكلام اللي هو فارغ ما بقاش كياكل دابا ولا العلم. واكيد بالنسبه لنا عندنا حاجات اللي فتحت من غير يعني الاساتذه التنويريين اللي كيشتغلوا في التنوير، حتى مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير. انا رجع شويه غير للوراء، ساعود الى الوراء. 2016 قررت ان اعمل وقفة أمام باب البرلمان في رمضان على الفصل 222 من الدستور، من القانون الذي أعتبره عارا على المغرب حاليا. نحن نتحدث عن حرية المعتقل وفي نفس الوقت نسجن مفطر رمضان. ماذا عن الآخر؟ ماذا عن المسيحي؟ ماذا عن اليهودي؟ ماذا عن اللاديني؟ بصراحة هذا القانون عار، وكان هناك تفاعل جميل جدا لا من الصحافة ولا من الحاضرين، أعجبني ذلك. بالنسبة لي أنا أعتبر أن التنوير معركة يجب أن نخوضها بشراسة، لا ننتظر من الآخر أن يرضى عنا، هذا مستحيل. ولهذا يجب أن نخوض معركة، وأشكر الأساتذة وأشكركم جميعا. خلق ملكة النقد عند كاع الناس، وانهم يتقبلوا الاراء كيف ما كانوا بلا حدود لهم على اي حال. وان النضال هذا ما خصوش يكون مرتبط لا بخروج بدين ولا بدخول الدين ولا بالانتماء الايديولوجيه ولا بالخروج منها. من جهه اخرى خصو يتمركز في النظر ديالي انا على الاقل، انه خصو يتمركز على الثقافه، لان في نهايه المطاف مثلا حنا في المغرب تكون يساري يميني اسلامي ملحد كيف ما كنتي، راك في نهاية المطاف المغربي، يعني تعني بزاف المكونات الاجتماعية واللغوية والتاريخية
اللي ساهموا في تكوين ديال الشخصيه ديالك هما اللي تخلوك انك تتعامل مع اي انتماء ايديولوجي او اي مذهب عقلي او تحاول دير ليه مقاربه او انتربريتاسيون اللي غادي تخليها تمشي في الواقع ديالك. هنا فاش كنتقاطع بزاف مع الاعمال ديال الاساتذه الثلاثه، لا من الناحيه اللغويه مع الاستاذ عصيد، ولا من الناحيه التاريخيه مع الاستاذ حامد والاستاذ مسيح، لان هاد الحوايج ديالي حوايج هي ملموسه. على مشكل ديال الطنوان في المغرب ولا في الدول ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط هو المشكل ديال النخبويه، ان المتنورين بين قوسين مازال تيبغوا يهضروا في المغرب بالفرونسي او بالعربيه الفصحى، في حين اننا خصنا ننزلوا للشارع يعني الشعب. وهنا فاش الشباب من بعد 2011 نجحوا بزاف مع من بعد الثوره ديال مواقع التواصل الاجتماعي انهم ينشروا المبادئ ديال التنوير والافكار ديال التنوير، وكاين يعني اغلب الحاضرين هنا هم اشخاص من مجموعات تنويريه ولا دينيه في الفيسبوك، هي مجموعات سريه وكتخدم مع يعني انه تواصل وانه تنسيق وانه نتعرفوا على بعضياتنا ونناقشوا بزاف الافكار. وكلشينا كان الشباب كلشينا دازوا تجارب ديال الاضطهادات في الميليسي ديالهم وفي المدارس في المنازل ديالهم، داكشي يعني كاين واحد الامل كبير ان البلاد غادي من قدام. النقطة الأخيرة هو أنه كنتفق بزاف مع الأستاذ حامد بصان في الهجوم ديالو على اليساريين، لأن هادشي اللي خلق هاد المشكلة أخويا، هادشي اللي خرج على سميتو المسيرة ديال التنوير في المغرب، أنها ولات كيما خرج عليها في مصر. مصر كان ديما التنوير مرتبط باليساري، ومن اليساري ظهر على حقيقته وعلى عورته في هذا المطاف داخل في الايديولوجيا، تيخدم اطراف معينه وعنده تناقضات ديالو، ما يقدرش سميتو يهرب منها. لان في النظر ديالي انا اليساريه ولات في العالم بحال الشكل ديال الدين، وانا كنتفق مع الاسلاميين فاش كانوا تقولوا الدين الماركسي، فعلا هو دين ماركسي غير هو يدعي انه تقدمي وانه حداثي، وعندنا امثله كثيره في المغرب ديال ودابا اكثر واحدين خانونا في المسيره ديال التنوير هما اليساريين الاوروبيين واللي جالسين كيدعموا الحركه الاسلاميه تحت مسمى محاربه الاسطوره الكبيره اللي اخترعها الاخوانيه الاسلام الكبير. شكرا.
حتى ولو ادعى التنوير، حتى سواء كان دينا سواء كان فكرا، فكل ما يدعي انه مطلق وانه لا يقبل النقد ولا يقبل النقاش فهو الظلام الذي يجب ان نحاربه ونواجهه بالعقل الذي ينطلق من ارضيه صلبه وهي الايمان بالحق في الاختلاف، الايمان بالحق في التفكير، الايمان بالحق في 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 ان اعبر عن ذاتي إزاء المتناقض الذي يناقضني، وأقبل من يناقضني أيضا. وهذا هو الذي أثار زوبعة، يعني هذا المشكل الذي نحاول مواجهته الآن هو الذي أثار زوبعة كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة، والذي يعني أغتنم الفرصة لكي أتقدم الشكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لأنها كانت أول هيئة حقوقية تعلن عن مساندتها للكتاب في المغرب، ثم ذلك يعني هيئات توالت الهيئات الأخرى، وكذلك يعني على رأس الذين ساندوا الكتاب الأستاذ عصير في تصريحاته الصحفية، يعني فور مجيئه من فرنسا كان في سفر، يعني حاول أن يتحرك في هذا الباب. يعني أن الزوبعة التي أطارها كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة هي زوبعة الضلال. الظلام الذي بدأ يحس أنه في خطر، الظلام الذي بدأ يحس أنه لا يحتكر الحقيقة وحدها، الظلام الذي يرى في نفسه أنه هو المطلق ولا يقبل أن يخرج من خارج المنظومة من يعبر عن رأي آخر. لذلك أتمم الدعوة إلى جبهة تتراص فيها الصفوف كي نصل إلى المبتغى، عندما نتراص ونتحد فإننا سنصبح قوة توازي يعني آلاف المصابيح التي ستقتحم الظلمة بكل تأكيد. وتحية المحبة في آخر تصريح هذا أو في آخر مداخلة هذه، أحييكم الله. السؤال الأول سيد حمدان الصابر، كيفاش نبعد على خالد الحراري؟ السؤال اللي عنده علاقة شنو سميتو بالحلقات اللي كنتي درتي مع خونا رشيد، ما تسمحش أنه كاين واحد النوع ديال التناقض الأخلاقي أنه يجيب واحد التئام فوز علينا، أنت تفوز علينا؟ السؤال الثاني سيد مسيح، كنتي قلتي أن الكوربوس بلنسكي ولا المؤسسة اللي كنتي الحكم على كتب واحدة في مراكش ولكن السلطة اجتهدت وصادر كتاب الحديث عن المكتبتين. الحكم على كتب واحدة في مراكش، كتاب الآن يباع يعني في جرم البرلمان، كتاب الكتابة هنا في الربط عادي، قال جائزا يعني كتاب جميل، إلا في مراكش كاين مراكش، وراها واحد الجملة كنقولها الأستاذ عصيد، كان رائعة، قال مراكش ليست مملكة داعشية بل هي عاصمة السياحة في المغرب. الوهابي كان قال مراكش قلعة السلفيين، الآن نراها جالية يعني تفر رسمية. إذا استمعنا لنظام المداخلات، هناك من طرح أسئلة فكرية ومعرفية، هناك من حكى عن تجربة ذاتية، وهذه المكاشفة مهمة جدا أيضا لأنها تعطي صورة عما نعيشه، يعني صورة صادقة. كنعطي كلمة للأستاذين المحترمين في تعقيبات مركزة. سفر بابل للسؤال من طرحه الأستاذ محمد طاماتي، شكرا. أنا موضوع مصحف مكناس، أعتقد أنه
المصحف المغربي مكتوب في الفرق الكوفي بتنقيب أبي الأسود الدولي، وهو مصحف لا يقل أهمية عن مصحف المشهد الحسين الدولي بالقاهرة أو عن مصحف اللي هو HS44/32. فهذا المصحف مصحف مهم جدا، وهو من أقدم المصاحف كذلك، أعتبره من المصاحف القديمة. للأسف خرج من بلادنا أعتقد في الثمانينيات، وهذا المصحف هو كنز بالنسبة للمغرب، لكن جاء صدوره راح خارج البلاد، وموجود الآن جزء منه موجود في مكتبة طارق رجب بالكويت. وحاولت بجهد أن أحصل على ميكروفيلم لهذا المصحف لحتى أقوم بدراسة لهذا المصحف، دراسة علمية تخضع للشروط العلمية، وما موجود فيه من قراءات مختلفة. فهذا المصحف دولة الألماني، المستشرق الألماني أوتو برينسل، كان ذلك سنة 1934 هو اللي عرف به وقال أنه من بين أقدم المصاحف العالمية. لا أعرف كيف خرج من بلادنا، لكن ما كان موصفا هو وجود بعض الرقع التي تنتمي لهذا المصحف، كانت تباع في المزاد العلني في بريطانيا، والمغرب لم يحرك ساكنا لهذا الموضوع. لا، وهذا طبعا عمل الهيئات الدبلوماسية الموجودة، السفراء في البلاد الخارجية. فأتمنى أن المسؤولين خصوصا في وزارة الثقافة أن ينتبهوا لنزيف حاد موجود الآن، وخاصة المخطوطات الأمازيغية. المخطوطات الأمازيغية الآن تتعرض إلى نزيف حاد جدا، تهرب وتطلع إلى الخارج وبأثمان رخيصة جدا. ولهذا أنا أتمنى من المسؤولين أن يأخذوا حيطتهم لوقف هذا النزيف، لأن هذه المخطوطات هي محطات مهمة جدا، لو ضاعت لا نستطيع أن نعرف ماذا ذلك التاريخ اللي هو هُمش يعني عن عنوة كما نقول. فبالنسبة لمخطوطات مكناس أو مصحف مكناس، أنا أعتبره من الكنوز التي ضاعت من المغرب، وأتمنى أن المغرب يطالب باسترجاع هذه المخطوطة. هناك بعض الأساتذة في الكويت طمأنوني وقالوا أن سوف نبعث لك بصورة ميكروفيلم في هذا المصحف، ولا زلت أنتظر أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر راحت على موعد يعني توصل بالميكروفيلم في هذا المصحف. هناك أسئلة كثيرة وجهت لي، سأحاول أن أدمجها في شيء يشبه الكلمة الختامية. كان في سؤال عن مخاطرات الخروج للعلن ووضع التنميط في الشرق. طبعا عندنا في الشرق تنميريون كثيرين ومثقفون يعني مرة مشهورون، ولكن ليست لدينا حركة يمكن أن نسميها حركة تنميرية، وهذه مشكلة المثقفين العرب المسلمين منذ قرون بعيدة، أن حركات التنمير تكون فرادية، تكون أنهار جداول صغيرة تجف في الصحراء لا تلتقي مع بعضها لتكون يعني نهرا كبيرا يجذب معه كل شيء بقوة، مثل الحركة التي رأيناها في أوروبا. وهنا يأتي يعني موضع اختلافي مع الأستاذ عبد الكريم للأسف وأضطر للذهاب، أن العلمانية أو قل العلمانية هي الحركة مش التنمير.
العلمانية وحدها ستالين كان علمانيا وهتلر كان علمانيا. العلمانية لابد أن تكون مقرونة بالتنوير بالإنسانية. إذا لم يكن هذا الخليط موجودا فقد تنتج العلمانية أشياء مثل مارو في الصين مثلا جرائم وفي كامبوديا وفي الاتحاد السوفيتي وليست هذه هي المنازل في مصر إليها. وهنا يأتي دور المواجهة. أنا أفهم جيدا كل إنسان يقول لي أنا لست حمراء أصلا أنا لا أستطيع أن أخرج وجهي وأقول صراحة ما أؤمن به. ليس عليك ذلك ولكن حين نكون على المحك حين نكون نناقش قضية في قضية الجنس أو قضية حقوق الإنسان أو قضية حقوق المرأة أو قضية العنف ضد المرأة أو قضية زواج القاصرة أو قضية حقوق الأقليات ما طرحته صحيح. أنا لا نريد أن ندخل إلى هذا المدخل الإنساني التنويري هذا كلاديني وهذا كملحد وهذا كمسلم. لابد أن تكون هناك أرضية مشتركة ولكن لابد أن تكون الحقوق مكفولة أولا. الملحدون لا يسويسون قضيتهم ولكن علاقة الإسلام بالحق هي التي تسيس قضية الحق أرادوا ذلك أم أبروا. إذن لكم هذه الأرضية المشتركة الأرضية التنويرية أنه مش لازم أصطدم مع النصوص فقط للفكر لرفاهية الفكر ولكن حين نكون على المحك ونناقش قضية مثل الأرض أو قضية مثل ضرب الزوجة لابد أن يخرج المثقف ولا يماري ويقول أنا ضد ضرب المرأة حتى ولو قالها الله. من يستطيع أن يقول ذلك؟ لماذا؟ لماذا لا أحد؟ ولهذا لم نحل المشكلة حتى اليوم. أن يقول أحدهم أنا مع المساواة في الإرث مهما كتب في القرآن. القرآن وجد حلولا لعصره ولا يستطيع أن يجد حلولا لعصرنا. من لديه الجرع والشجاعة أن يقول ذلك؟ هذه هي القصص. ليس أن تذهب وتأخذ وهنا ردي على السؤال الآخر حول أنهم في بعض هل التنوير يعني الاستفزاز وحرق الكتاب المقدس؟ لا. من يحرق كتابا قد يحرق إنسانا مهما كان هذا الكتاب ومهما كان الشوق مع هذا الكتاب. الرد على الكتاب يكون بالكتاب يكون بالأخطار ولكن حرق الكتب أو القائها في صناديق الزبالة هذه حجة من ليس لديهم حجة. مع السخرية هناك شيء آخر أن يكون الإنسان العاقل أن يكون الإنسان العاقل يبين الحق لأن يسخر من فكرة. الأفكار لا يحميها القانون. القانون يحمي أدميتك يحمي حقوقك لكن لا يحمي أفكارك حتى لو كان هذه الأفكار يمين. لا يحمي يساريتك ولا يمينيتك ولا إسلامك ولا إلحاد. اسخر من الإلحاد كما شئت. اسخر من كلام من فكرة. يعني أنا حدث في برنامجي أني سخرت من فكرة ما تسببت للأسف في رفض بروفيسور سعودي من شؤونه لأنه هو عجبته الفكرة فنقلها أمام تلاميذه وسجلها له فح يعني قضي بسببها وهو فقد وظيفته. أنا كنت أناقش قضية الإسراء والمعراج وأخذت السرية الإسلامية كما هي تقول أن الرسول يعني طارق البراق ونزل في القدس وصلى بالملائكة جميعا صلى بالأنبياء الرسل جميعا إماما قبل فرض الصلاة. الرسل عرفوا أن الصلاة بتكون إزاي يعني بقول السجود وهكذا إزاي ما قالوهمش بس الموضوع صلى بهم جميعا ما فيهم موسى وعيسى وبعدين في نفس الليلة حصل السرية الإسلامية ورجع به إلى السماء وبعدين طلع من سماء إلى سماء ويخبط جبريل من طارق أنا كذا وأنا معك معي محمد يعني لسه مصليين معاه من ساعتين فجاء موسى فخبط على موسى قال له من طارق قال جبريل قال من معك قال محمد قال قد بؤس. فأنا استخدمت لفظة قلت إن أم الزهايمر يعني
أنا بسخر من السردية، ما بسخرش من دين أو عقيدة إنسان أو من إيمان أي حد، بس السردية نفسها فيها سذاجة تستخف بعقل أي إنسان ممكن، وحتى لم يحبكها، يعني حتى يعني أنا وأنا أقرأ أدب، أريد من الرواية أن يحبك الرواية يعني بشكل لا تستخف بعقل يعني، وهو حتى علشان هو يعتمد على فرضية الإيمان إنه هيأمن بأي شيء، ده آمن إنه طرد الحصان مش هيأمن إنه يطلع السماء عالية، فهكذا، فأنا استخدمت هذه وهذا هو المدخل. في بعض الناس عقلانيين جدا مدخلهم العقل، في ناس يحب الوثيقه فقط، ادوا وثيقه يا سلام. عشان كده انا دورت عليه ده، فانا ليه نشف وانا بقول له تعالى، كنت بدور على خليل مخطوطات مش لاقي حد يتكلم عربي لحد ما عتبت فيه، وانا اعتقد ان هذه من اكبر انجازات برنامج صندوق الاسلام يعني اني قدمته لكم، لانه يعني بحر من العلم والخبرة ولديه كثير لسه يعني منتظره منها. ففي ناس مدخلها الوثيقة، في ناس مدخلها العقلانية، في ناس تتعامل مع الموضوع دائما معاطفيا. ليه؟ لأنه طبيعي الإنسان لما أنت بتنتقد دين شخص مش دائما أول شيء بيتحرك فيه العقل، لكن في جزء في المخ يتحرك وقت مهاجمة الطوابط الدينية والوطنية، جزء عاطفي، وهذا الجزء المنطق لا يدخل إليه ولكن السخرية تدخل إليه. وحدث معي الناس كتبوني يعني بعد أن سبوني وشتموني أنه يسخرت من بعض السرديات الإسلامية، كتبوني فيما بعد أنا آسف جدا وأنا فهمتك دلوقتي وإنت خليتني أن أنا استشط غضبا، وهذا كان شيء مفيد جدا بالنسبة لي، لأن لا شيء أسوأ من اللامبالاة. فإذا كل إنسان له مدخل. نحن نتحدث عن التنوير، البشر ليسوا كتلة واحدة وليست لهم متطلبات واحدة وليست لهم مداخل أو مدخل واحد، لا، في مداخل متعددة، ونحن نقدم كل المداخل، ولكن مثل ما قلت فيما قبل لا نضبط إيقاعنا ودرجة حرارتنا على درجة حرارة المتلقي، وإلا سنخسر القضية. نقول الشعب غير مستعد، والله عمره ما هيستعد، خذوها قاعدة، مش هيستعد عمره. وهنا تأتي النقطة الثانية، لابد من التكتلات ولابد طبعا من الحماية السياسية، يعني لا نستطيع أن نطاحن أو نحارب طواحين الهواء طول الوقت. الإسلام السياسي هو الذي يستخدم الميكافيلية التي صرحها المستوى الكريم، ميكافيلية جدا لغاية باب الوسيلة. إذا رأى أن السوق ما يرفض فكرة الجهاد والخلافة يدخل لك بالدولة المدنية، لكن يحط لك مسمار جحا في الدولة المدنية اللي هي عم يرفض تسقط. طبعا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان زي الفل، ولكن دي بقى هي المصيبة. عارفين قصة مسمار جحا؟ وبعدها وقال إلا المسمار عشان يدخل منه، هو الإسلامية يقول دايما لابد أن يتركوا مسمار جحا، هذه ولكن بما يتماشى طبعا نسيبها عايمة وكده، ينصب الفقيه حكما في التشريع. ولذلك مثل ما سمعنا في مسألة الجينات الوراثية أو في مسألة المدرسة التي يحكم عليها الطالب بالنص القرآن، من سمح للدين أن يأخذ هذه الصلاحية من الأساس؟ من سمح للدين؟ طبعا قدسية النص، أنه لا مساس به، وأنه كتاب فصلت آياته ثم بنيات، وأنه لا ينطق عن الهوى، يعني كل شيء فيه وحي من عند الله، وأنه يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه النظرة أنه ما فرطنا في الكتاب شيء، يعني كل حاجة موجودة في القرآن، هذا هو التفسير الجاد. لا، لابد من الصدام هنا وقت بداية مداخلتي، لا بد من الصدام مع المقدس في هذه النقطة. لا أستطيع أن أسمح لنص ديني أن يتحكم في رقابي وهو لم يخلق لي ولم يكتب لي ولم يتفاعل معي ولم يسألني ولم يراعي ظروفي، راعى ظروف عصره. وأنا أقول ذلك على فكرة مع كل نصوص القرآن وليس النصوص الإشكالية فقط، يعني حتى نص لا يقرع في الدين. أنا لا أريد أن أتسامح مع البهائي واليهودي والشيعة والمسيحي والملحد بإعاز من نص القرآن، أنا أريد أن أتسامح مع الجميع وهم يتسامحوا معي على أرضية مشتركة، لست
يعني لا أهديه هذه الحرية. ومن هنا تأتي معضلتنا مع مشكلة التنوير. عندنا مشكلة مع الحرية، الحرية فضلت، مع العلم، العلم فضلت، عندنا مشكلة مع العلم، عندنا مشكلة مع النقد. الشك، الدين يتطلب مننا يقين متبجح، ما بيسيبش مساحة، وهذا ضد الفلسفة. الفلسفة تفسح المجال للإجابات. حاولت أجاوب على سؤال لماذا أهاجم اليساريين وحربطه بحكاية لماذا أتحاور مع راشد، أن هم لهم علاقة ببعض. طبعا أنا تركيبتي الفكرية يسارية، وأعتقد يعني أي حد ابتدى يقرأ روايات ويقرأ أدب ويقرأ في الحضارة بيكون مدخله في الغالب أكيد مش حسن البنا، فبيكون المدخل يساري في الجامعة. وأنا مدخلي كان يساري سارتري، وأنا شايف يعني جون بول سارتر وفكرته حول الانجاجمون في المجتمع أثر فيه. أنا لما هاجمت اليساريين ما هاجمتش يساري العام، أنا هاجمت اليسار الغربي الذي يدعم الإسلام السياسي، وهذه عبارة أعتقد كل من يقيمون في الغرب يعرفونها. اليسار طيلة عمره يدافع عن حقوق المرأة إلا إذا تعلق الأمر بضرب المرأة في الإسلام فلابد البصر. اليسار يدافع طول عمره عن حقوق المسلمين إلا إذا تعلق الأمر بالمسلمين المثليين أهليهم عنفوهم أو ضربوهم. ينظر للمسلم المهاجر في المقام الأول أنه مهاجر وضحية، ضحية الغرب الاستعمار المبريال الظالم المجحف، فأي حاجة يعملها المسلم في أوروبا متاحة ويفتح له المجال. عايز أعمل منظمة إسلامية وماله، عايز دعم مالي من الدولة يديله. فهذا الشيء أنا كنت أنتقده، اللي هو تخاذل اليسار الغربي في حماية أفكاره الأساسية. من نادى بحرية المرأة؟ أول ناس روزا لوكسمبرغ وكلارا زيتكن، أول مؤتمر للمرأة اللي اتعمل في كوبنهاجن من أكثر من 103 سنة، كل دول كانوا يساريين. حرية الرأي، من حارب من أجلها؟ نقد الدين، هذا يعني ماركس شيء أساس. إلا الإسلام يربطه بالعنصرية على طول. طب ليه كده؟ ما هي دي العنصرية، هذه هي عنصرية التوقعات المنخفضة، أنه ينظر للمسلم فقط كونه مهاجر، مش لأنه مش كأنه إنسان على نفس الدرجة من الوعي وله نفس الحقوق على إنه لا عايز يحميه. وهم اليساريين الغربيين عندهم الأزمة اللي هي الوجه الآخر للإمبريالية، عايزين يحموا المسلمين من أنفسهم، عايزين يحموا المسلمين من العالم، عايزين يحموا أي فئة مضطهرة حتى لو هذه الفئة تضطهد نفسها أكثر. فهذا هو لماذا أتحاور مع أحد مثل رشيد، وهذا شيء مهم جدا إن إحنا نطرحه للنقاش، لأن أنا لاحظت ما بين الإخوة اللادينيين والملحدين توجه يعني برضه فيه الحالية السلفية برضه تتحرك، إنه هو إحنا عايزين إيه؟ هو إحنا عايزين نلغي الأديان؟ عايزين نمحو أي حد بيتكلم في دين إن إحنا نمحيه جانبا؟ إحنا عايزين كل إنسان يسمع رأيه. رشيد كان مسلم وحين تحول مسيحية أنا رأيته إنه صار إنسان أفضل يعني بدينه الجديد. أنا عندي مشكلة مع ديني لأني لا ديني ولا أؤمن بأي يعني دين من اللي هم يسمونه الأسجان السماوية، ولكن مع ذلك أنا لو سمي نفسي ملحد، لأني ملحد معناها أنا عارف أنا وصلت لحد فين، أنا أبحث. والكون الواسع الشاسع ده العلم مفتاح للمعرفة، والروحانيات مفتاح، والعلاقات الاجتماعية مفتاح، والحب مفتاح، أشياء كثيرة جدا لنقطع الطريق على أنفسنا نقول أنا لدي الحقيقة. ما احنا كده يبقى زيهم التانيين اللي أنا بسميهم ذوي اليقين المتبجح. فأنا ضد الإقصاء. طب أنا دلوقتي تحاورت مع واحد شيخ سلفي ولا ما تحاورتش؟ ليه ما حدش انتقدني؟ أنت تحاورت مع شيخ سلفي، ليه ما حدش انتقدني إن أنا تحاورت مع أحمدي أو بهائي؟ أنا منفتح على الجميع. ما أقول من رشيد مش دين، ولكن خلفيته من أين أتى؟ خلفية مثل خلفيتي تماما، أبوه كان إمام
وهو كان يعني عنده أسئلة متعلقة بالإسلام، وحينما تناقش من ونحن نفس الجيل، وحينما تناقش يعني نتذكر هذه الأشياء. يا سيدي أنا لما أدرس اللاهوت المسيحي وأخصص له 5 سنوات أو 6 سنوات من عمري حقعد معه وحسن خولك سلخ. بس ليه؟ أنا أولوياتي إيه؟ أنا في مصر شايف المسيحيين قابلين لهم إيه؟ أنا قابلت مسيحيين في المغرب بيستخبوا ما عندهمش كنيسة يصلوا فيها. إحنا بنتكلم مش عشان عقائد الناس، إحنا بننتقد ممارسات باسم الدين. لما ألاقي مسيحي مغربي بيذبح واحد باسم دينه هتلاقيني أول واحد بقى أعمل حلقات أسميه صندوق المسيحي. لما ألاقي مسيحي مغربي بينادي للجهاد وبيطرد المسلمين وكل هذه الأشياء أو بيسابيهم أو خلاص هعمل أنا حلقة. أنا عشت في اليابان 2 سنين ولا انتقدت البوذية مرة رغم ميلادين، لأن ما شفتش منها أي شيء سيء. الدين جزء من المنظومة الاجتماعية ونحن نصب إلى التعايش وليس إلى إنهاء وجود الأديان. هذا هو التنمير من وجهة نظري، أن يعيش كل إنسان له الحق في أن يتكلم، لا أن نعتبر أن لدينا الحقيقة المطلقة وننظر إلى الآخر بالاحتقار ونقول له أنا لدي الحقيقة وأنت لا. من أدراك؟ من أدراني؟ لا أنا منفتح، ولكن حين يتعلق الأمر بحريتي وحقوقي وحريتك وحقوقك فستجدني أسدا الوصف الصدر شيء زعورا ولا مزعورا القضية ليست من لديه الحقيقة، لا أنا ولا رشيد ولا أنت لدينا الحقيقة. تفق على ذلك؟ جميعنا نريد أن نعيش في دولة تحكمنا بالديمقراطية وبالإنسانية وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس للمسيحية دور أو للإسلام دور أو لأي دور في التشريع أو في السياسة. هل نستطيع أن نتفق على ذلك؟ هذا هو التمرير من وجهة نظري. شكرا.